الفقيدة هي واحد الكيان أكرمه الله تعالى بحسن خلق، القبول اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى بين الناس مرده إلى رأس مال أساسي وجوهري وهو حسن الخلق، فما عندهاش الكراهية ديال الخلق، ما عندهاش الحقد، ما عندهاش إضمار السوء في المخلوقات ديال الله سواء كانوا بشرا أو كانوا غير بشر، فعندها واحد الطاقة إيجابية اللي خلاتها تعيش مع المرض أكثر من 20 سنة. كثير من الناس ما كيعرفوش بأنها مريضة لأنها كانت عندها واحد الطاقة، يعني طاقة كبيرة إيجابية ديال العيش بتفاؤل ومحبة الحياة في طاعة الله، كانت كتجمع ما بين المحبة ديال الحياة في طاعة الله وهذا المصدر ديال الطاقة اللي بها تحملات يعني الألم ديال المرض وسنوات ديال المرض، يعني أشهد أنها لم تتأفف دائما من هذا المرض، لم تصدر عنها ولا كلمة واحدة. ما نتكلموش على لي ديبرسيون ولا شي ما كاينش، يعني ما عمر صدرت منها ولا كلمة واحدة يعني ديال الضجر من المرض الطويل المزمن. مرة واحدة يعني في الأسابيع الأخيرة لما اشتد عليها المرض قالت يا سيدي ربي راني عييت، وثم استرجعت بسرعة قالت استغفر الله يا ربي ما عييتش، أنا كنقبل وكنرحب وكنفرح بالابتلاء ديالك. فهاد الطاقة الأخلاقية الإيمانية هي اللي خلتها تمارس حياتها بكل يعني بكل نشاط بكل حيوية. فهاد السنة الأخيرة من العمر المرض تمكنت الحمد لله أنها أن تحفظ 20 حزبا من كتاب الله، 20 حزب وهي تقريبا مستلقية على الفراش، وفي هذا العام تكتب وتؤلف الكتاب ديال مدارج القرآن، يعني اللي ربما شفتوا الخبر ديالو من حوالي 450 صفحة. هادشي كله لأن عندها هذه الطاقة أخلاقية، تشتغل بتفاؤل، تحب الناس، تحب الخير، تحرص على من الشعارات ديالها الجميلة في الحياة، كتفتح صباح البيت ديال النعاس ديال يعني النافذة ديالها وكتقول هذا يوم جديد حسنات بالمزيد، وكتوضع برنامج ديال العمل ديالها اليومي من أجل العمل ديال الخير. أسأل الله تعالى أن يرحمها ويتغمد بواسع رحمته وأن يغفر لنا ولها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت سمية بن خلدون أشهر من أن تعرف، فهي يعني مناضلة في حزب العدالة والتنمية منذ كان حزب العدالة والتنمية، وبنت الحركة الإسلامية منذ كانت الحركة الإسلامية منذ كانت هي، وبنت أسرة طيبة كريمة معروفة يعني في هذا الوسط، نشأت في هذه المبادئ وهذه القيم وتدرجت في المراتب المسؤولية داخل الحركة وداخل الحزب وداخل يعني الجمعيات النسوية، وابتلاها الله سبحانه وتعالى بهذا المرض فهمتني ولا، عانت معه الكثير الحقيقة، عانت في الصمت، عانت في يعني في احتساب. أنا كنت كنتبع الأخبار ديالها باستمرار لما كنت تكلم معها، كانت كتجي عندي هي والسي الحبيب الشوباني يعني إلى المراحل الأخيرة جدا جدا، وهي كتجي كتزورني هي والسي الحبيب الشوباني وكيتكلموا معايا وكتجتهد، وآخر ما أنتجته وهي مريضة وعلى فراش الموت في الحقيقة، لأنها يعني كانت تعرف مصيرها منذ مدة طويلة. آخر ما أنتجته كتابا يعني عن يعني معاني آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، قضت فيه من عمرها يعني مدة طويلة نسبيا، والله سبحانه وتعالى أسعفها بعمر العمر حتى يعني أتمته وطبعته على نفقتها وجعلته يعني في سبيل الله يعني وقفا لله تعالى، لم تأخذ عليه، وهو كتاب سيكون له يعني أثار إن شاء الله الرحمن الرحيم. فهذه السيدة هذه مرأة فاضلة عاشت طيبة وماتت طيبة وانتهى الكلام والسلام. عزاؤنا واحد في أختنا وفقيدتنا أخت سمية بن خلدون، كانت رفيقة كفاح، تعرفت عليها مبكرا لكن أثناء العمل الحكومي وجدتها شخصية فذة واستثنائية وقاومة صابرة مناضلة وهي في عملها الحكومي، ثم بعد أن غادرت
كيف بقيت وفية لمنهجها في خدمة الوطن وتوابته وهويته وقضاياه. صلى الله عز وجل أن يرحمها ويرزقها الجنة. اليوم مليت في جنازة الدكتورة سمية بن خلدون. وسمية بن خلدون معلم، معلمة كبيرة، مناضلة كبيرة، مجاهدة كبيرة، داعية كبيرة، صابرة ومصابرة. يعني عانت في حياتها كثير من العقبات ومن الصعوبات، ولكنها لم تبدل ولم تغير، وظلت على خط الوفاء وعلى خط الإصلاح، ونشأت في ريعان شبابها يعني تعمل في خط الإصلاح، وتوفيت وهي على هذا النهج، وتركت عدة من الرسائل، سواء ما يتعلق بحالها هي، حالها الذي أنهكه المرض، ولكنها لم تئن ولم تشتكي، وظلت صابرة محتسبة إلى أن أخذها الله واختارها إلى جواره. من حسن الصدفة ومن حسن الأقدار كما قلت أنها تموت في هذه العشر المباركات، في هذا اليوم الأبرك الذي هو يوم عرفة بالنسبة لنا نحن المغاربة، وأن تدفن كذلك بجوار والدها الحاج، وهذا من حسن الصدفة كذلك، وأن يحضر جنازتها هذا الجمع الكريم، فرحمة الله عليها وتقبلها الله في الصالحات، والسلام عليكم.